بغيت نسولك شنو هي اخيب حاجه درتيها؟ اخيب حاجه درتها يعني فهاد الشيء هذا كامل تقول كبير من كبير قتلت اربعه من الدراري صغار هذه هي اخيب حاجه. شنو درتي؟ قتلت اربعه من الدراري صغار خرج منك الجين ورا تيقول الجين سير واحد الشهرين ولا ثلاث شهور ورجع. راه اللي قال لك انا مشيت عند السحار وتشافيت يجي قدامي، راه ما كايناش هذيك الا درتي الرقيه الشرعيه وتبعتي الرقيه الشرعيه وكنتي ديما غام تيشرب داك الشويه ما كانش الغرام تيولي الجين من الشباب الزواق تيولي به الجين من الشباب فيك تعمر رموك ديال الدم ولكن راه تيطلبوا لك دوك الحوايج اللي تيطلبوا لك على دوك البلايص راه ما تقدرش عليهم بلا من يعني ما نقول السميات نقول غير المدن البلايص يعني المدن إفران أكثرية أزرو عامرة أزرو ولكن باش نقول لك هاد البلايص فين كاين هادشي راه ما نقدرش نقولو اخويا بدر. ممكن شي تجربة كيما قلتي نديرو شي تجربة وي اخويا بدر قلت واش ممكن نديرو شي تجربة شي حاجة الناس شي حاجة. السلام عليكم. ويقول لك هاك عيش هاديك راه ما كايناش الجن ما كيعطيش الفلوس هكا اي باش يكونوا الناس واضحين وكل كلشي واضح باش يكون كلشي فاهم يعني الحياة كيغادا يعني الجن راه ما غاديش يهزك شي حاجة ويعطيها كون كيهز شي حاجة ويعطيها لك انا راه نولي مليونير 150 جن وما سهلاش وكاينين المسلمين وكاينين اليهود انا ماشي تنقول لك زعما كلهم كاين المسلمين وكاينين اليهود ولكن المسلمين راه ما كيديوك الا في الطريق الزوينه الطريق الزوينه انك تصلي الفجر تيجي الاذان ديال الفجر هكا في ودني كتسمعوا من الجن المسلم تيخرج عندك بالليل تيقول لك يعني بعد على الشرك هذا الشيء راه ما منوش يعني هذا الشيء في الحلم تيخرج تيقدر يخرج باش يخرج عندك مباشره ويقول لك شنو الجن المسلم ما غاديش يخرج عندك كاين اللي كيخرج عنده هكا مباشره ولكن قليل يعني اللي كان الايمان ديالو يعني قوي كيخرج عنده كيقول له شنو يعني باش يخرج عندك في المنام غير تيقول لك تصلي ما تقراش القران على الجانب يعني هاد الحوايج اللي تنقول لك انا اللي تقالوا لي انا ناعس يعني وتيقول لي هاد الحوايج هادو يعني تعلمت شي حوايج الدين انا ما كنتش عارفهم يعني راجل تيجيني انا في المنام تيقول لي شنو دير يعني حتى من الحوايج باش نبعد انا من الطريق عارف شنو من داك يعني من داك الحلم اللي تنشوف انا يعني تعذبت تنشوف داك الحلم وتنشوف العافيه تنشوف بزاف د الحوايج تخيل معايا تنشوف انا بعض المرات الناس اللي كنسحرهم واخا ما شفتهمش كتجيني يعني الصوره ديالهم بالليل تنشوفهم هادو راه سحرتهم انا يعني انت يخرج عندك بنام تيقول لك ما نسمح لكش هكا يعني هذا الشيء كاين اللي غيتي وكاين اللي ما يتيقوش ولكن انا تنقول لك داكشي اللي كاين بنادم ساحر له ما عارفوش انايا كاع ما شتوش يعني ساحر له عن طريق الحوايج ولا بسميتو شي حجاب هكا يتعلق ولا الماء كيترش تنشوفهم وتنعرفو راه انا اللي سحرته وها يعني وها السحر اللي النوع ديال السحر اللي درت له يعني السحر اللي خدمتي ليه راك كتكون عارفه يعني جين تيبين لك كل شيء هو راه كتشوف داك الشيء كامل هاد الشيء راه غيبينو ما باش يقول لك انا تنخدم بالجين مسلم ولا انا هادي الجين راه ما غتملكوش نهائيا ما تحلمش انك تملك الجين الجين الا ما ملككش راه عمرك ما غتملكو يعني في العالم ديال الجين بزاف كل شيء كاين اللي كيقول لك يعني الجنيه شحال كدوز سميتو في المراحل ديال 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 يعني باش تولد يعني باش ولد المراه عندنا ديال الانس 9 شهور هي جنيه عامين جنيه عامين يعني عامين وهي حامله عاد تحط المولود ديالها يعني جنيه باش توصل سن البلوغ جنيه توصل سن البلوغ 150 حتى ل 1000 حتى ل 200 سنه كتوصل سن البلوغ 150 سنه كتوصل سن البلوغ يعني كتكون ديك الساعات بحال البنت عندنا 17 16 18 20 يعني باش تزوج وصلت سن البلوغ تزوج السن ديالهم ديال البلوغ هما 150 سنه حتى 200 سنه يعني والجين تيعيش بزاف تيعيش 1200 1300 يعني هادشي راه عارفينه الناس كامل معروفه هذه راه حاجه معروفه باينه جنيه يعني باش تولد عامين وكاين اللي تيقول لك يعني الجين واش تيخدم واش يعني هادشي راه بحالنا بحالهم ما كاينش الفرق
يعني راه ما كاينش الفرق. محمد عفاك كلشي بالك على جيم وبارطاجي باش ما يوقفش جيم جيم كلشي بالك على جيم باش ما يخرجكش اللايف حيت تبلوكا بزاف الناس. محمد دابا تنسمعك. وي تنسمعك. وي كنسمعك كملي كخويا بدر. بالنسبه للماكله ديالهم هما اللي تياكلو هما يعني العظام بنادم الانسان كامل اللي كيقول الجن المسلم اللي تيقول بسم الله تياكل تي شيطو منو دوك العظام. دوك العظام تيدير فيهم الله اللحم. هادشي راه كاين في الحديث يعني هادشي راه يعني حتى هو راه باين وواضح تيولي فيه اللحم وكلشي اللي تياكلو هما. بالنسبه للخدمه ديالهم تيخدمو هما الاكثريه الفخر والفضلات ديال 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 البهائم يعني الصحراء راه عارفين هادشي كامل. كاين يعني لا ديال الباير ما فهمتش يعني الفضلات ديال ديال البقار الغنم شنو تيديروا بهم هما الخدمه ديالهم بحال الفخر يعني التجاره في هادشي. اها وهما هو الفخر هما هو الفخر يعني التجاره ديالهم هذه هي التجاره ديالهم فاش يخدموا بزاف كتلقاهم هما في الغابه بزاف يعني هادشي اللي جنقول لك اخويا بدر الا كان شي سحار هكا يقول لك هادشي راه ما كاينش يطلع نتقابلو انا وياه ما عنديش المشكل يعني هادشي راه يعني راه باين بالنسبه اللي شي يخدم هادشي راه عارف كلشي. هادشي علاش بغيت نسول دوك الدراري قبيلات اللي طلعوا بجوج هادشي علاش بغيت نسولهم يعني باش نوضحوا كلشي للبشر يشوف يعني يفهم كلشي يعني ونسولهم انا على هاد الحوايج هادو يعني هو ديك الساعات هما يقولوا لك اللي كاين الا كانوا هما بالصحراء كانوا تيخدموا راه يعرفوا هاد الحوايج كاملين يعني الا ما كانوش كانوا تيخدموا يعني حيت تخرج عندهم جنيه عاشقه ولا هادي يعني عرف راه ما كاين والو يعني راه ما عمرهم خدموا بداك الجن نهائيا. هادشي اللي تسول. وبالنسبه خويا بدر عاود سميتو يعني على الجن نعطيك معلومات على الجن يعني باش بنادم يعرف الجن. هما خويا بدر يعني كاين الكبار الصغار يعني كل واحد تيحكم على على واحد القبيله من الملوك. هادو ملوك تيكونوا كل واحد تيحكم على قبيله. الا جيتي انت جا عندك شي واحد مثلا مسكون هكا فيه جنيه ولا جن من الخدام ملي كيجي عندك كيطيح كتبدا انت تقرا كتوهم الناس بدوك الايات في الاول وفي الاخر كتولي كتصلي جوج ركعات لذاك الشيطان كتولي عاود في الطلاسم ديالك تتيفط عنده الملك تيهضر معاه الملك اللي تيدوي معاه يعني خصك تخرج خصك هادي خصك هادي تيقول له ما نخرجش. كيسولوا على القبيله اللي كينتمي ليها هو يعني الملك ديالهم هما الا كان هو الملك ديالهم راه تيخرج ولكن ما تيخرجش ويمشي بحال شو اللي تيمشي عند السحار تيقول لك انا مشيت عند واحد راه خرج مني الجن بالجن ها اللي كيمشي عندهم راه ما كيخرجش الجن وراه الجن تيعطي يعني كتمشي عند السحار باش يخرج منك الجن وراه تيقول الجن سير واحد الشهرين ولا ثلاث شهور ورجع راه اللي قال لك انا مشيت عند السحار وتشافيت يجي قدامي راه ما كايناش هذيك الا اذا درتي الرقيه الشرعيه وتبعتي الرقيه الشرعيه وكنتي ديما كتوضى وديما مقابل الصلاه ديالك يعني ما يكفيش من الهضره ديالك. هذوك الناس اللي تيقولوا حقا راه عندهم عندهم هذيك البركه ديال الجن وتيقولك حقا ما كايناش البركه ديال بمعنى تيقولك راه غادي نشافيوك حيت عندنا هذوك الجنون تيتحكموا وكذا اذا هذيك الهضره راه ما كايناش منها. تيقول لي الجن اللي عنده تيمشي عند هذاك الاخر تيقول لي سير بعد منا شي شهرين ولا ثلاث شهور وعاود شهرين ولا ثلاث شهور. انا تنقول انا اللي تنقول لك دابا هاد الهضره هادي اخويا بدر انا راه يعني هادشي وقع لي انايا انا تنقول لك داكشي اللي وقع لي الجن راه ملي كدوي معاه كيكون اول حاجه ما تيكون معاك حتى شي واحد في البيت اللي كتكون خدام فيها كتدخل ديك السيده ولا داك السيد مسكون تيطيح هو ما تيعقلش كيقول كيطلع الجن تيدوي تدوي معاه هكا عادي كتقول لي غتخرج تيقول لك انا ما نخرجش علاش دخلتي السحر كذا وهادي هما الغرض ديالهم الفريق وهادشي يعني انت كتخدم الجن الكافر هو غرضه انه يخدم داك السحر باش يكفر هذاك اللي دار السحر هو راه ما يرجع عند السحر ويقول لي انا ما خدمتش راه يقتلو ما يرجعش عنده شنو تيدير تيقول له غنخرج واحد المده يقدر يخرج عام عامين يخرج ديك عام ولا عامين غيخرج النهار اللي غيبغي يدخل كيولي الجن هو اللي تيسحر تيجدد داك السحر الجن هو اللي تيجدد داك السحر يعني كاين اللي غيقول لك الجن ما تيسحرش كاين اللي تيحلم بالليل تياكل هذاك راه الجن تيسحرك يعني تيوكل لك التوكال تيفيق في الصباح ما تيقدش ياكل تيقول انا راه شبعت شويه كيتعكسوا ليه الامور وهذه هذاك تيكون اوي عفاكم كلشي يدير بارطاجي عفاكم كلشي يدير بارطاجي النصائح تولي ملبوس
هاد النصائح اللي عطيتيها زعما نتمنى كلشي يستافد منها. وي خويا بدر انا علاش تنصح يعني البشر باش 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 يعرفوا كلشي. اللي بغى يعني يضحك يقول لك لا هادشي راه ما كاينش ولا هادي خليه يضحك، اللي بغى يستافد راه غادي يستافد، واللي تيدخل يعني للطواليت وتيغني، واللي تيتقابل مع المرايا بالليل وتيغني يعني وتيقاد اكثر يا البنات، البنات اللي كتمشي حدا قبالة المرايا وكتبقى تقاد فراسها كل ليله تقاد فراسها عاد تنعس، هذيك راه ساهله للجن العاشق. دخل الطواليت وتبقى تغني ساهله للجن العاشق. الشباب حتى هما كاملين يعني ما بنادم ما يديرش شي حوايج اللي غيجعلوه يندم في الاخر. يعني يقدر يسكنوا الجن ويطلب منه شروط وراه يديرهم بلا خاطر. الا كان الايمان ديالو ضعيف راه يديرهم بلا خاطر، والجن راه ما تيدخلش شي واحد محصن وما تيدخلش شي واحد هكا شايف الايمان ديالو قوي نهائيا ما يقدرش يدخل. واخا الجن حتى هو راه كيخاف على راسه كيكون بنادم. غير انت دابا حاليا اخويا بدر راك محصن، انا ما دخلتش اللايف يعني قبل، انا ما دخلتش اللايف قبل ما ملي بديت يعني تصونيتي عليا دخلت انا اللايف. يعني اللحظه اللي صونيتي عليا انا صحتي تبورشات يعني قبل ما دخلتي قبل ما ديك الحلقه كنتي كتقول الادعيه قلتي شي دعاء ولا كنتي كتقول شي ادعيه هادي راه يعني بنادم راه باين يعني غير توقف قبال شي هكا يكون قال مثلا غير شي دعاء هكا غير من دوك الادعيه اللي فيهم ثلاثه ديال الكلمات يعني راه تيبان ان شاء الله تيبان. نعطيك انا دليل على هادشي. دابا حاليا سير عند شي واحد تيخدم السحر ودخل عنده لداخل راه ما غايقول لك حتى شي حاجه، يعني اي حاجه غايقولها لك كذوب، القرين ديالك ما كيقدرش الجن يستنطقو حيت كتكون انت محصن كتكون عافيه كتبان عندهم عافيه ما يقدرش يقرب لك نهائي. هادو تا هما معلومات تيشدهم بنادم عنده ويستافد منهم. وهادشي اللي كاين اخويا بدر يعني شي حاجه اخرى قلتي لي غتعاود لنا شي حاجه ديال هذوك السجود ديال الاطفال وكذا باش لينا قلتي لنا شي معلومات كانت شي درتيهم ولا شي لعيبه بحال هكا. وي خويا بدر على الدراري الصغار يعني راني قلت لك على المراه اللي كتكون حامله هادشي راني قلت لك. وشنو اخر بغيت نقول لك اخويا بدر دابا مع راك عارف اللايف خصك تقول كل شيء بالزربه و يعني شوف ما شاء الله كل شيء دابا تقريبا 4000 واحد تقريبا كل شيء باغي يسمع القصه كل شيء بلاك سرا استفدت خليتينا نستافدوا بزاف ديال المعلومات خصوصا دوك الناس اللي تيمشيو عند دوك اللي تيخدموا الجن وتيقولوا لهم راه غادي نداويكم بزاف ديال الناس نصحتيهم. الله ما كاينش داك الشهر الله ما يداوي الرقيه الشرعيه كون دابا حنايا دابا حنايا ما يعني ما واعيينش صراحه الله يعني النص في المغرب ماشي ما واعيش زعما من ناحيه انه يقول السلام عليكم ولا يستقبلك ولا ما واعيش من واحد الناحيه ديال الجن راه ما واعيش يعني كون كان الجن حلال انك تخدمه راه غيخدموه الانبياء ما نقولوش سيدنا سليمان خدمهم ولكن في واحد العهد اللي كان السحر وكان فيه سميتو ربي يعني خلاه يخدم الجن وباش حنا ملي نجيو لهاد الوقت هادي نعرفوا كل شيء يعني نعرفوا بان راه خدمهم باش نعرفوا الفرق ما بين السحر وما بين الشعوذه وبان الجن راه ما كيعلمش الغايب يعني هاد الشيء علاش ربي عطى سيدنا سليمان انه يخدم الجن باش البنادم يعرف بان الجن راه ما كيعلمش الغايب هاد الشيء راه يعني علاش ما خدمهمش الرسول علاش ما تيخدمش بالجين يعني الاستعانه بالجين راه حرام يعني في الدين ديالنا حرام حيت الجين راه خلق الله للعباده ما خلقوش انك انت تخدمه وتصيفطو عند واحد مسلم خوك مسلم ودير له السحر ولا تفرقوا على ولاده ولا دير هادشي راه ما يبغيه لا ربي لا عبده يعني هادشي راه مشينا فيه حنايا الله يسمح لنا خويا بدر اقسم بالله مشينا فيه الطريق هادي راه ما تمناهاش العدوك ما تمنى ليه كسيدة وما تمناش ليه السحر يدخل عالم السحر انا نتمنى لبنادم كسيدة وما نتمناش ليه السحر راه يدخل لهذا العالم هذا وقسم بالله غير يعيش غير في الاوهام يعيش غير في سحر التخيل كاين سحر التخيل والسحر يعني الفري سحر التخيل هو كتخيل راسك راك لاباس عليك وانت ماشي لاباس عليك كتخيل راسك راك كتخدم بالجن وانت راه ما كتخدمش بالجن هو تيخدم بك يعني من الناس اللي كيمشيو لشي حلقه وتيجي شي سحر وتيخرج له حمامه هذاك راه سحر التخيل هذاك من اسهل السحر ولكن هذاك سحر التخيل الجن كيسحر الاعين ديال الناس وكيبين لهم بان راه هي حمامه هي راه ما حمامه ما حتى شي حاجه وكاين السحر الاصلي هو السحر الاسود هذاك هو السحر الاصلي كديروا لبنادم هكا كيتزاقلوا له الخيوط اخويا بدر السحر الاسود
كت الكوب ميموار ديالو كتحرق كيولي السيد احمق. واه يعني هذاك السحر الاسد. اها كمل لينا القصه ديالك بعد القصه تاع هي. وي خويا بدر القصه ديالي المهم مشيت على هذه الحاله خويا بدر قيش هكا المهم تنقول راه اليوم غنلقى غدا غنلقى ملي ولاو تيعطيوني دوك الشروط يعني تيطلبوا مني شروط انني يعني الدم المغدور وهادي يعني وليت يعني ما قدرتش صراحه الله ما قدرتش. كاينين الناس كاينين الناس اللي تيقدروا يعني على هاد الحوايج هادو كاينين الناس اللي تيقلبوا على الانسان الزهري باش يديو بزاف منهم عادات منهم عادات في المغرب منهم عادات تقول لي هالبلاصه وتقول لي شنو كاين فيها راه غادي يمشي وغيدي شي ولد خير ولا غيدبح ولا غيدير شي حاجه يعني كاين منهم عادات. انا ما قادرش ندير داكشي يعني سحرت كفرت درت كلشي ولكن باش نقتل ما نقدرش يعني بنادم ما تقتلوش يعني كاين اللي كدير له السحر الدمار وهذا الشيء الله يسمح لنا كاينين اللي غيكونوا ماتوا كاينين اللي غيكونوا باقيين حيين ما عرفناش المهم بنادم يعني ما عرفتيش بنادم شنو يعني وباش تجي تحيدو داكشي انت راه ما تقدرش تحيدو له كاين اللي تيقول لك انا راه سحرت وحيدت البنادم داكشي راه ما كيتحيدش يعني الا ما مشاش دار الرقيه الشرعيه راه ما تحيدوش انت بالجن نهائيا وندير له السحر وحماق يعني وندم في الاخر نبغي نحيدو السحر راه ما غيتحيدلوش نهائيا مش يقول لك انا حيدت السحر انا ندمت وحيدت السحر درت السحر وحماق واحد السيد وتلاقيتو شو حماق وحيدت له السحر وليت تبت بلا ما يقول لك ديك الهضره راه ما كيتحيدش نهائيا ما يحيدولوش ما يقدرش ما يقدرش هو وجه الجن ويقول له حيد لي ولا حيد الاخر راه ما يقدرش يقول له حيد شي حاجه ما كتحيدش نهائيا درتي شي حاجه كتبقى هكاك هذاك يعني كيبقى بحال اكس يوم القيامه تيبقى هذاك بحال اكس يوم القيامه تيخرج عني يعني غلطتي فيه غلطتي في حقه يعني غدا راه تودي هادشي اللي كاين خويا بدر بنادم المهم بقيش خويا بدر غادي في الطريقه هذه ديال الفرشة الشراسي انا يا تيطلبوا مني هاد الحوايج هادو ما قدرتش عليهم صراحه الله ما قدرتش يعني ما قدرتش انايا على داكشي اللي طلبوا مني هما ومن اعز صديق يعني كون كان شي واحد هكا يعني طلبوا منك ضروري راه الدم المغدور ما بغيش راه 50 كيلو هادي كاين اللي تيقول لك والله كون انا والله ما تقدرش انا ما نقدرش على وداك شي عيد داك الدب راه واخا نديه انايا راه ما نتصرفش فيه راه ما غاديش نتصرف فيه عارف بلايص عرفتي انا عارف شي بلايص فيهم الدب فيهم يعني تعمرموك ديال الدب نديك تعمرموك ديال الدب ولكن راه تيطلبوا لك دوك الحوايج اللي تيطلبوا لك على دوك البلايص راه ما تقدرش عليهم بلا من يعني ما نقول سميات نقول غير المدن البلايص يعني المدن إفران أكثرية أزرو عامرة أزرو ولكن باش نقول لك هاد البلايص فين كاين هادشي راه ما نقدرش نقولو خنيف راه عامرة حتى هي كلشي عامر يعني بالذهب والجيوش ديال الجن يعني الجيوش ديال الجن انك تدخل تما الجيش ولكن باش داك الجيش يبعد منك تهز ديك الحاجة مقابل تقد على المقابل مرحبا ما قديتيش على المقابل رجع الله هادشي اللي كاين يعني واخا تشد واخا تدي داك الدب المقابل راه ما غاديش يعني ما غتصرفش فيه نهائيا ما يعطيوه لك هما كيتصرفوا فيه والدب يقدر يعطيوك الدب وما يعطيوكش النقره حيت النقره تيولد عليها الجن النقره تيولد هذه معلومه عاود يزيدوها الجن تيولد على النقره الجن تيولد على النقرة النقرة ما تيتضربش بالرعد إلا سكن على الياقوتار الياقوتار كتضرب بالرعد كيتقتل فيها الجين ولكن النقرة ما كتضربش يعني هاد المعلومة هادي كاين اللي ما عارفاش وفي الزواق كاين اللي تيقلب على الزواق وتيقول لك راه داير تمان راه داك الزواق راه غتكون سبب في الفتنة ديال عباد الله حيت داك الزواق راه تيجي الجين كيطلب منك يعني الجرام داير دابا تقريبا 500 مليون كاين اللي تيقول لك مليار داك الزواق فري ولكن لاش تيصلح هادشي راه ما عارفوش الناس لاش تيصلح الزواق الزواق تيديه دابا مثلا انا عندي الزواق وتنخدم الجين تنخدم الجين تيخرج عندي الجين من الملوك ديال الجين تيقول لك اعطيني منه شويه اي ما كاملش الجرام تيشرب داك الشويه ما كاملش الجرام تيولي الجين من الشباب الزواق تيولي به الجين من الشباب وتيولي قوي تيولي مجهد يعني اي حاجه طلبتيها منه ما يقولكش لا نهائيا ما يقولكش لا باش تعطيه يشرب من الزواق هادشي تيخدموه الناس اللي
اللي لاباس عليهم واللي واصلين ماشي في المغرب في الامارات والسعوديه. في المغرب راه ما كاينش اللي كيخدم بهذا الزواق هذا حيت ما يقدرش يخدم به الجين. علاش؟ حيت غيبغي هو الفلوس باش يخدم به الجين ما يقدرش. المهم هادشي تيخدموا به الناس في اليمن، في السعوديه، في الامارات، في قطر، في امريكا. المهم هادو هما البلايص اللي تيخدموا بهذا الزواق هذا. واللبان اللي تيقول لك اللبان عاوتاني اللبان تيصلح يعني تا هو غير السحر هذاك اللبان. عاود الى عندك اللبان ويلي راه في القمه منك الشيطان ديريكت شتي داك الهرم ديال الجن ديال السحر ما كتبقاش في الوسط غادي بدرجه شحال ما كتكفر. دابا مثلا انايا كنت واصل مثلا الشرطه الثالثه في المثال، شحال باقي لي باش نوصل للوسط؟ باقي لي بزاف يعني يلاه بديت حتى نوصل 60 عام ولا 70 عام عاد نوصل للوسط وشوف واش نوصل ولا ما نوصلش على حسب الكفر ديالي. يعني هادوك اللي تيكون عندهم اللبان تيوصلوا حتى تيفوتوا النص. علاش اللبان تيشعل؟ اللبان تيتقوى منه ديك الريحه كيطلع واحد الخيط، ديك الريحه تيشمها الجن كيتقوى من ديك الريحه تيولي عندك الجن من العفاريت تيتقوى كاملين تيوليو من العفاريت. الجن ملي تيولي من العفاريت تخدم بزاف د الحوايج، شي حوايج ما كنخدموهمش حنا دابا حاليا حيت ما عندكش ما كتخدمش بزاف د العفاريت وبزاف ديال الجن. دوك الملوك الكبار خلي عليا هاد الملوك هادو اللي تيخدموا قبائله. الملك اللي تيخدم الملوك اللي تيكون حاكم الملوك، الملوك ولا 7 ولا 10 ولا 12 هادوك باللبان تخدمهم باللبان. يكون عندك اللبان راه اي حاجه ديك الساعه الا كنتي اللي بغيتي يدب بلا مقابل باللبان غتجيب الذهب بالزواق غتجيب الذهب. هادو هما الحوايج اللي غاليين دابا حاليا على الشيء لا شي يخدموا يعني هاد الحوايج شي يخدموا لهم الو تا هو تيصلح للسحر تيخدموا به السحر داير وي خويا بابا خليك شي بلاصه فيها كونيكسيون عافاك انا في بلاصه دابا كتسمعني تنسمعك كلشي بالك بزاف ديالنا تيخرجوا مع الكونج علاش مش ما يخرجوهمش وبارطاجي عافاك كمل لي اخويا محمد خويا بدر قلت لك بالنسبه عاود داك العش ديال الخفاش والهدهود داكشي كامل داير الثمن دابا على السحر كلشي داير الثمن على السحر يعني اي حاجه عندها الثمن دابا حاليا راه متعلقه بالسحر يعني تيخدموا بها الكبار السحاره الكبار الشيء راه تيخدموا به والجين راه تيخدم معاك وتيخدم مع السحر لا تيخدم مع بزاف راه ما تيخدمش معاك انت بوحديتك تيخدم مع بزاف هادشي اللي كاين اخويا بدر في هاد العالم هذا راه شي راه بزاف د الحوايج يعني الا جيتي تعرف هادشي كامل خصنا شي حلقه فيها واحد 3 ايام مرحبا استفدنا بزاف انا براسي استفدت بزاف ديال المعلومات منا كنقول لك انا هذاك الشيء اللي كاين اخويا بدر راه كاين اللي دار له دابا حاليا تنشوف انا اللي دار له السحر وتيدار له في القبر في الراس ديال الميت وراه من السحر الاسود وعلاش تيدار تما علاش تيطلب منه السحر باش يدار في ذاك الراس ديال الميت يعني في القبور علاش تيطلب منه يدار في القبور يعني راه ما يتجبدش راه ما يمكنش انك انت تمشي وتحفر على القبر وداك السحر كيتقوى داك السحر شحال ما تعطلت مايا وكتزيد انت تجدد فيه كيتقوى داك السحر وتيتقوى داك الخادم ديال السحر يعني في ديك البلاصه ما كيتجبدش ما الا درتيها في الدار ولا هادي راه يقدر يتجبد من شي يعني الا جا شي راقي راه غيجبدو ولكن في القبور راه ما يقدرش يجبدو. كاين بزاف 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 د الحوايج يعني ماشي غير هادشي اخويا بدر يعني عالم. شنو هي اخيب حاجه درتيها؟ اخيب حاجه درتها يعني فهاد الشيء هذا كامل تقول كبير كبير قتلت اربعه من الدراري الصغار هذه هي اخيب حاجه. شنو درتي؟ قتلت اربعه من الدراري صغار اربعه الدراري صغار ديال الجين ودار صوتي تقطع لحد الان كيف ما سمعتكش صوتي تقطع الو تنسمعك اها وي دابا كتسمعني بدر اها شنو قلتي لي؟ اخيب حاجه وقعت لي في هذا الشيء كامل اللي درت يعني في حياتي كامله اربعه من الدراري صغار في الجين الدراري صغار ديال الجين باقيين صغار قتلتهم والمصحف اللي قسمت على جوج لا غير. شنو اللي قسمتي على جوج؟ الحوايج والمصحف جوج الحوايج اها المصحف اربعه قتلت اربعه اها كيفاش قتلتي اربعه الجين ديال اربعه كانوا
كانوا في ديك البلاصه اللي كنت حفرت فيها جبت منها نقره وباقيين عندي جوج بياس من ديك النقره غنصيفطها لك ان شاء الله غتوريها للناس باش كلشي يتاكد وكلشي يشوف. يعني جوج دايرين بحال جوج حبات بحال درهم بحال درهم ديال النقره قدام هذوك نقره حفرنا عليها فيها كيلو ونص هذيك قتلت فيها اربعه ديال الدراري صغار ديال الجين قتلتهم بالجين هذوك قتلتهم بالجين والمصحف اللي قسمت على جوج المهم درنا فيه دوك الحوايج الله يسمح لنا هذا ما كان وما نبغيش شي واحد يعني يدير هاد الحوايج هادو. برافو عليك واخا يعني هاد الحوايج وي كمل يعني يعني جات كعجب انني قلت لك قاتل اربعه هاد الشيء غير من الدراري الصغار عطار الخدام راه قتلت فيهم تعيش واخا كتوصل المحكمه مع الخادم ديال الجن كتوصل مع المحكمه كيكون فارض عليه التشراقي كيتقتل الا خرج الاسرار كيتقتل علاش دابا تيهدد الانس تيكون سحار وتيخرج الاسرار كيقتلوه ولا كيدمروه على هاد الشيء وتا هما راه عندهم قانون كيكونوا قضاة محكمه كلشي شاهد كلشي عارف كلشي تيكون حاضر تيقتلوه قدامك تيعدموه ماشي تيحبسوه ولا الاعدام عندهم الاعدام هو تيضرب بالسيف تتشوفوه انت كتشوف فيه تيضرب بالسيف تيطير له الراس واخا قدامك يعني تيبدوك وتيوريك هما كمل تيوريك هما شنو وقع لك انت الا درتي يعني نفس الغلط فهمتي دابا علاش كتكون حاضر في ديك المحكمه هما تي يعني تيعطيوك الميساج غير بالعرف هادشي اللي كاين اخويا بدر واخا ممكن شي تجربه كيما قلتي لنا نديرو شي تجربه وي اخويا بدر قلت لك واش ممكن نديرو شي تجربه شي حاجه الناس شي حاجه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مشوكر يا إخوان الله يجعل الحمد لله تشوك